هنا مسائل متعلقة بالوطن. مسألة مثلا في وطن المرأة، المرأة قبل الزواج وطنها حيث ما استقرت، المرأة قبل زواجها وطنها حيث ما استقرت. فإذا كانت مستقرة في بيت أبيها وطنها وطن أبيها. ليش قلت وطنها حيث ما استقرت؟ لسبب، أحيانا قد ينفصل الزوجان فتبقى الأم في مكان والأب في مكان آخر. طيب البنت تعيش مع من؟ هنا السؤال، إذا كانت تعيش مع الأب فوطنها حيث ما استقرت في بيت أبيها، طيب إذا كانت تعيش مع الأم ولا تذهب إلى بيت أبيها إلا زائرة فقط، يعني هي حضانتها عند الأم وبقيت طول الفترة التي عاشتها في بيت الأم، فإذن أين تتخذ وطن؟ أين يكون وطنها؟ في بيت أمها. ولذلك قلت وطنها حيث ما استقرت، فإن كان استقرارها في بيت أبيها فوطنها في بيت أبيها، وإن كان استقرارها في بيت أمها فوطنها في بيت أمها. أما بعد الزواج وطنها أيضا يبقى حيث ما استقرت، أقصد بعد العقد، بعد أن يعقد عليها الرجل، أي تمتلك بالعرف الكلمة المستخدمة عندنا بعد الملكة، يبقى وطنها حيث ما استقرت. لماذا؟ لأنها ما زالت لم تنتقل إلى بيت الزوج، فيبقى استقرارها السابق كما هو، فإذا وطنها حيث ما استقرت سابقا. أما بعد انتقالها إلى بيت زوجها فوطنها حيث ما استقرت مع زوجها، بمعنى المرأة بعد أن تنتقل من بيت الأب وتستقر في بيت الزوج يصبح بيت الزوج هو مكان استقرارها واطمئنانها، فتنزع صفة الوطن عن بيت أبيها ويصبح الوطن في بيت زوجها. وقلت أيضا وطنها حيث ما استقرت مع زوجها، ولم أقل وطنها وطن زوجها. لماذا؟ لماذا يحيى؟ لماذا؟ من يعرف؟ وطنها حيث ما استقرت مع زوجها، ما قلت وطنها وطن زوجها. قد يكون عنده عدة زوجات، قد يكون الرجل له أكثر من زوجة، مثال زوجة في الشرقية وزوجة في الباطنة، يلا خرجنا مسقط البرة، زوجة في الشرقية وزوجة في الباطنة، لا راعية الشرقية تروح الباطنة ولا راعية الباطنة تروح الشرقية، فاهمين؟ هذه في مكان وهذه في مكان، كل واحدة ساكنة في مكان، عنده بيت في الشرقية وعنده بيت في الباطنة. طيب راعية الشرقية لما تروح الباطنة تروح زائرة، هذا إذا راحت طبعا، وراعية الباطنة إذا راحت الشرقية تروح زائرة فقط. إذن وطنهما كل واحدة حيثما استقرت مع زوجها، فالتي تستقر في الشرقية وطنها في الشرقية، والتي تستقر في الباطنة وطنها في الباطنة، وقيسوا على ذلك ما شئتم. فإذا المرأة بعد انتقالها إلى بيت زوجها يصبح وطنها حيثما استقرت مع زوجها.